متعربي صارت غاديكا في علاقة بوالدة مواطن تونسي سي علي ترابلسي، إن شاء الله ربي يرحم له الوالدة اللي توفيت. دونك ناخذ أكثر تفاصيل في علاقة بالحادثة هذية. مرحبا بك سي علي، وإن شاء الله يا ربي آخر الحزين بركة فيكم. عايش خويا، عايش ان شاء الله بيك يرحم بيك. عايش خويا الغالي، ان شاء الله ربي يرحمها. ايوه علي، احكي لي خويا شنو هي الحكايه بالضبط، شنو اللي صار خويا؟ منين تحب نحكي لك؟ هي نزلت حيه ولا من الاول؟ بديلي من الاول خويا. انا نهار الجمعه اللي فاتت هزيت امي تعبت شويه، اي باه يقول تعبت شويه، معناتها الاكسجين في الدم كي تصلها عندها في 70 وانت هابط. الو انا سعيد، يزني نهزها للسبيطار. نعم. كلام التليفون نتاعها، هزيتها للسبيطار مع 11 ونص هكاك الحديث، 11 ونص من الفار تاع الليل. اها. ما نكذبش عليك، في الارجونس من الاول فرحوا بيا. حطوا لها الاكسجين وكذا منا، وبحكم انا عامل كل شيء، عامل سكانير، عامل تحاليل ما ديتهم لهم الكل، واموري واضحه. شافتها مصيبه كذا كذا، قالت لي امك راهي مشرق دوها هنا. اها. ما عندي حتى مشكل، المهم تخرج امي لاباس. هاي. باهي اللي سافرين بعدها هذا حتى للسباح، هي امي في الارجونس هذيك على كرسي قاعده اللي فمها نوعا ما حالتها تحسنت، طلعت 90 89. انا ما نكذبش عليك فرحت اول مره نشوف معناتك نقولوا فيها الليتا هذيك. في السباح ثم بيوت هذيك بعد الارجونس من الاول، ثم بيوت تاع الاكسجين دخلوها ما فماش فرش. شنو الحل؟ قلت لهم، قالوا لي السيد امك بس تستنى حتى ندبر لها فرش. بربي تصور انا بتلوذ على فرش بطفق الدروج وكل حكايات اللي عندهم هذيك، انا لقى فرش طلعته انا خويا وهزيته طلعته، ما فيش جرايه. روحت للدار، انا عندي كهرباء ديريك، جبت جرايه وجيت. ايوه عطيت امي من با حكيت نص ساعه هكاك، من ساعه الرباع عطيت امي بك البيوت هذوكم الاكسجين من الحيط كذا منا. البيوت هذوما ماهمش كليماتيزيش يعني. يا رسول الله، امي الاكسجين وانا مروح عليها بورقه. لا حول ولا قوه الا بالله. هي تقول لي مروح عليا، راني سيء ما عادش فيا. تلفت لك ثمك كيفاش يقولوا فيها لاباري تاع الاكسجين هذيك خارجه من الحيط، يلزم تكون فيها الماء نقاها فارغه. زاده اي انا ما عنديش اكسبيريونس نتاع الحكايات هذيا وكذا، منا مشيت نفرم من ناحيتي. بيان سور. قلت له راه هكا وهكا. قال لي انا جايك. ما جات جمله، ثم واحده زي تطل على ابوها. معناه المواطن لازم يجيب فرش ويجي ويكون هو بيدو فرم لي زاده ويعمل كل شيء. معناه انا امي شوف كان احكي لك انا فتك برشا حكايات، راه انا امي رحت فيها برشا سبيطارات. انت كان تشوف سبيطار الياسمينات ماهوش سبيطار، ماهوش سبيطار من برا بركة كي تخرج. ها اللي قال لك جابت اللي ما شو اسمه قطر، قال لك جابوا مانيش عارف شنو، تلقى خيمه كبيره جوز درابوات، درابو قطر درابو تونس كما كانت دولة تونسية قبل. أو باش ندشنوا نعملوا سبيطار، باش نعملوا معمل، يجوا يحطوا كرخامة ويحطوا درابو تونس يمشيوا على رواحهم. ما فما شيء داخل. من بعد ما فما حد شيء داخل. الخيمة هذه كبيرة سيدي، شيء غريب، ممكن خراب 700 متر طولها. هكا وفي الفير. ما فما حد شيء، كان درابو تونس ودرابو قطر. يكذبوا على العباد. ما حتى في التلفزه راه اي اي قالوا هكا في التلفزه اي صحيح. بيه علي كمل يا من بعد هذا ما جاكش الفيرم اللي هكا جو اي ما جاش وحاسين. ثم قلت لك المراه هي وابوها وكذا منا قالت لي اسمع برا هكا سبيله لبرا عبيها عبيها مش على الماكس تو كلام هذا تو مي ولا ماكس شويه ماء جيت نجري نحيتها دورتها هكا بك في التاج نتاعها عبيتها حسيتها بابا الامور واضحه. اي قالت لي امي راهي جريزني وبدات تحرق فيا. قلت لها هي منين ترى من الاكسجين هذاك يا صباح؟ بشويه بشويه صباح. الليله الاولى الليله الثانيه في الليل دخلوها شو يقولوا لها الريع. ايه النعاس. تحت السام راك مقابله. ايه. كيما يقولوا النعاس المؤقت هذاك. ايه ايه. ما نحكي ما نحبش نحكي على الحالات الاخرين اللي مع امي اللي في الاكسجين ما نحبش نحكي عليها. يا رسول الله. خاطر كان مش نحكي تو واحد يبدا كيما شو يقولوا فيها هي. المهم خليني في امي انا برك. قول لي. دخلوها الرياء. عاملين لك الاكسجين نتاع قداش؟ لتر بار مينيت. تحسن بشويه بشويه منين. وصلت حطيش 93 تسعات تحت تحت 80 خفت امي قالت لي روح بي. قلت لها انت كيفاش؟ انا وليت هارب قلت لها روح بي. المهم كلمت الطبيبه قالت لي سبعة هيك حالتها بدات تستقر شويه شويه. عندي خويا بدات بحذاها غاديكا فهمني. لما حالت تفوتك بالحديد لو وريتها في الجانس باش تدخل اي للبيوت تاع الاكسجين وبعد تدخل للعيار لازم خويا تدفع. اي شكون تدفع؟ لشكون؟ تدفع للحارس بربي لازمك تعطي رشوه ريال والد معناها هو ماخذ ماخذ بيتين نتاع الريال هذايا.
يعني هو الحارس تاع ديفلو. صدقني اقسم بالله ادخل وزارة الداخلية ما تدخلش للسبيطار يا رسول الله. هذوما ناس محالة ما فهمتش انا كذا جايبينهم باندية كحاشيك مشارات من الاخر ان شاء الله سامحني لي لخطيب بيان سور. اي هو احنا ما نعموش اما مهزله مهزله مهزله. اي كمل لي سالي. اي يلزمني نعطيك الكسكروت وكباك دخان معاها عمك خبوش وعمك عاشور. اي سالي سامحني. اي اصبح مش ندخل اختي باش تبدل من الكوش. لازم نسكر خلي الكلام ممنوع. قلت له خويا مريقل تقريبا بالطريقه هذه جبت من جيبي 10000. قلت له ها صادق برا. اي دخلت اختي بدلت الكوش كذا منا منا قطع حكيت 3-4 سوايع رجعت انا ما حكيت ما 3.5-4 غير ربع كلمت. ايه انا غاديك في الليجونس ونسمع في الاذان تاع العصر. كلمت العسيس هذا قلت له روح هكا هكا اللي خلصت طلع على امي من الرياض هذيك تاع الليجونس هبطوها للمركز العنايه المركزه تاع كوفيد 19 بالضبط تاع الليجونس. صحيح بيوت اخرى وحكايات اخرى وديزاباري اخرين متصورين ما فماش في الرياض الاخرى. انا ما دخلتش. قال لي جاي يجي ربع ساعه تندخلك. قال لي جرزين خرج لي خليه يجي حاسس بيك. تفضل. قال لي طبيبه حاسس بيك. عايش الطبيبه يعطيها الصحه هذيك اللي ما راح حملها على والديها عباش. لونجاج سيستم لونجاج نتاعها كيفاش خذيتني باش تقول لي راهي امك توفيت. صراحه انكرويبل يعطيها الصحه. يا رسول الله. معناتها انا تفهمت الوضعيه وقلت لها ان الله وان اليه راجعون. ان شاء الله ربي يرحمها. اي. نرجع لك عاد مره اخرى للجونس. الدم اللي نطيش السكان الصفر هذوك نتاع الكوباله. ما تقوليش معناتها بحر الرياض مطيشين في الكلوار. حشيك سامحني تطير الماء الصغير هذاك اللي احنا سامحني بكلمه. اي اي واضح واضح وصلت وصلت. معناتها راك تعفس وتدخل عادي للرياض للبيوت ما عندك حتى فكره. فهمتني؟ اي. هذا كل ما عنيش ان المهم ديما عندي الاوبجيكتيف نتاعي امي. اي صحيح. قالت لي راهي توفيت طبيبه هكا هكا قلت لها لازم ندخل نشوفها. قالت لي تفضل من حق. دخلت شفت امي كذا منا منا توفيت. اي ان شاء الله ربي يرحمها. شفت لابطاري باش نتاكد اللي هي صارت توفيت عينيها محلوله فمها محلول. ان شاء الله ربي يرحمها. لما طلع عينيها مين انت كذا منا منا يقول خلينا نمشي نخبر دارنا روحت للدار. طورت حيد سامر جبل الجلود من با درجين. اي اي مش بعد. شو بتياز على شيء. اي. خبرت من بعد ذكرت قلت امي حقها فكر يبدو شامبر وكذا من خلينا نهز خويا اللي اقل مني ونمشي ونفطروها وكذا. كان الامر هكاك. عاود دخلت ولا حياتي اللي منت ونادي. نورمالمون ريت البلاصه هذه تاع كوفيد 19 يعني مركزه الشيطان حاشيك سامحني بكلمه ما ندخلهاش. اي صحيح. دخلت ولا واحد قال لي وين ماشي. لا فما لا فرملي لا كبير. حتى العصيص ماهوش موجود. ما فما حتى حد. مسايبه كيك خلص نورمال. انا اخويا كذا من منا غمضت لها عينيها سكرت لها فمها متغطيه هي شويه تحت ساقيها اللوطه. اي ان شاء الله ربي يرحمها. كنت مهزوزه لفوق كي هبطتها كي سيتها على البلانكار. اي لما يتي لها يديها سيت لها ساقيها وغطيتها بالملح تاع دارنا. اي كي جيت خارج عرضتني طبيبه قلت لها هذه اللي كلمتني قلت لها وقتها هي داخله قلت لها ما دكتوره كيفاش الاجراءات الطبيه باش نجم نخرج امي. شافت من قلتها قالت لي توا راه صنفينيك الاداره ما تنجمش تعمل حتى شيء غدوه. يا بابا ما اي مالك. روحت على روحي باش نكذب عليك. روحت على روحي نهار الثلاث جيت الصباح كذا كذا باش نسوي الوضعيه نتاع امي كذا قال لك ليه توا يعني وقتها جيت 8:30 قال لك ليه اخوي العزيز. شو مازال بكري. ثم لجنه علميه طبيه باش تسمعها مع 11. ايه باش تشوف الوفاه كورونا ولا الطبيه. لا لا باش لازم يعطوك شهاده طبيه على منويله باش تخرج امك من السبيطار. ايه وتهزها للزلاز باش يعطوك التصريح بالدفن. واضح. لحداش جات طلعت نشوف الطب كذا منا لحداش ونص جات نص نهار نص نهار ونص مد ساعه بالربع طلعت قالت لي تفضل هاي الشهاده الطبيه تاعك حاضر. واضح. وامشي للزلاز اعمل تصريح بالدفن. مشيت ما راعني هذه المفاجاه اللي هي باه ماهوش من المهم زناد الزلازه ما حاله. قال لي ما عنديش قبورات حاضرين. ايه محلولين قبورات ما عنديش حتى المقاول روح. فهمت الوضعيه قلت له مش كيف ازاي. قال لي تجيني غدوه الصباح مع 8 وقت اللي تحب تدفن امك مرحبا. هذا نهار الاربعاء. معناها تزيد تخلي الوالده يرحمها تزيد تصبر. ايه معناها تزيد تخلي الوالده يرحمها نهار اخر ليله اخرى. بارك الله يعطيك الصحه. نهار الاثنين على اساس نهار الاربعاء انا باش نروح بامي سويت الوضعيه نتاع الزلاز رجعت لهم. عندهم واحده هي طفله صدقني ما فهمتش انا المراه دي ما زلت لطيف.
انا ما فهمتش والله سمعني على الكلمه. انا كان جات اختي يمكن نعمل حكايه ولا كان جات ماشي. لا لا لطفي يا ربي، هو ميسالش سالي نتفاهم مع الوضع. اي بس تحكي معاك انت معاها بالسياسه وهي راهو لسان قبيح معناتها ما نحكيلكش. ربي ربي يهدي. اي كملي سالي شنو صار كي رجعت؟ خذيت الورقه كما شي حريقي، خذيت الورقه مشيت للمورد. الشيء تاع المورد ما فماش عنده كيما نقولوا فيها حاط نائب معاه اللي هو ماهوش شبيه بالمورد. اما لاهيلو كوم كوا هو صاحبه على اساس عطاو نجي هاو مفتاح تاع المورد واللي يجيك اعطيه كشكو اي قمرك اي هاي نلوجوا كلها رجال ما عاد امراه واحده. جيت نشوف حلي من فوق سيرة شعرها سيرة راسها مش عارف. قلت له ما هيش امي هذيا، انا امي شعرها عادي تكسلش. المراه هذيا هي شويه كنا نقولوا شعرها تحل. قلت له ما هيش امي. قال لي عني بيه ودي دي المراه اللي عنها ودي. قلت له عليه الصلاه والسلام تعرفش كيف هي شنو صعبات كامل حل خلينا نشوف وجهها. هو حل ونشوف وجهها ساعه الربع لبستها امي ما ماش لبستها. اي واضح. دونك طلعت وجهها ما هوش وجه امي. قال لي ودي هذه هي امك. امك يا ودي خذ تسلي عن النبي يا اخي. امك ولا امي ايش عمل له السيد هذا؟ هرب خرج ترى ما كلمه السيد مسؤول على المور. قال له اجني من برا. مشى له طايش له التليفون واعطاه التليفون تاعه واعطاه نسيت. قال له بعدني رحمه ديك المشكله مش حطني فيه. السيد قال لك ماهيش امي. لا خذ مسؤول على المور. قال لي شنو الحكايه؟ قلت له هاك هاك سلي هذاك هو هذيك المراه اللي عندنا احكي معايا الراجل كل شهر معك بالله. هذيك المراه اللي عندنا ماهيش امك؟ ما هز ولا شنو؟ ما فهمتش انا ذي اللي مش هذه تو نقول لك عليها هز ولا ما تهزش. من بعد هاي ساعه انا وقتها سيء بنت خرجت من عقلي عندي الكهرباء بقاب المور وعملت لهم كيما نقولوا فيها بدي حاجه هنا اساس مورا وهكا 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 هاوس بتلاح لي فين. جاني الموصل القانوني وجاني المدير العام تاعهم قال لي اعبط عاش ولدي تو نسوي وضعيه وكذا منا تو نشوف. يا ودي قلت له ما حاسب حد شيء شنو غايب يسوي. اعطيني امي خلينا نجي نروح. والله اي فين العمليه؟ اعطيني امي ما طلبتنيش. قلت لك اعطيني كرهبتك ولا اعطيني تحويلك ولا اعطيني مش عارف شنو امي ولا اعطيني دارك. حاسب امي انا اعطيها لي خلينا نمشي نروح. اي قال لي اعبط عاش ولدي تو نسوي وضعيه. يا اخي اش عمل؟ ما سمعتش كلامه خاطر يحكي بطريقه مانيش عارف شنو. سمعتك الكلام الموصل القانوني نتاعو بدا يحاول فيا كذا وخويا معايا قال لي يهبط هاي هبط كذا منا لفت لي في المدير العام بعد قال لي بالك شي امك لوطه مازالت حيه. ضحكت بس انت قلت ان شاء الله من فمك الربي. منك علي قلت له لبا مع هذا موسى عبالي يوريك لعلمك انا قلت له حاجه اسمها رزانه وسي عبالي هذا نعم. عاود طبت العينين المركزه في الدخل ما عرضني حتى حد عباره واحد داخل يحوش. خرجت قلت له بيه عاود طلعت له راه ما فماش امي راه ماهيش موجوده. قلت له بالك طلعت مشيت لافيني تاع في قهوه. معناتها خرجني من مخي جمله وهذاك الكل كان جا واحد داخل بلاصتي راه ضربه راه عمل له اي حكايه. علاش في السيستم دو لونجاج نتاعه؟ اي كيفاش يحكي؟ مشى يحكي مع السيد المسؤول تاع المورك قال له شنو هي الحكايه كيفاش وين المراه؟ انا كي نغزل لهم زوج يحكيوا السيد تاع المورد اللي هو ممرض هو المدير العام والمدير العام هو الممرض كل شيء مع بعضه. قلبك لاي جنه خايف من شكون انت تحكي معاه كيك فهمني سالي حاسي انت هبطت اللوطه ما كيف ما فماش ايش قالوا لك واخا ايش عملوا معناها ايش طلعت وين طلعت بالضبط هذول مش فاهمين واحنا لتو اي قل لي هاي هاني جيك طولت عليك زولي سامحني. لا لا ما يسالش ليه مش على حاجه عليك انت باش ما تخص عليك خاطر عندنا اخبار من بعد دقيقتين هذاك علاش قل لي ايه اوكي هاي شوي وين كنت معك انا لا تاخذ راحتك يا سالي كلام معايا البيرويه سيد مدير عام قلت له انا مانيش مستعد باش نحكي معك الفوق ونحكي معك او عندي خويا برا يحكي معك صح خويا كذا منا نحاسبه خربت عليه قلت مش تصير حاجه اخويا ما نعملش حاجه كذا. المهم طلعت نشوف فيهم قالوا انا كلمنا المركز تاع سيد البشير اخويا وكذا منا تو الداخليه والامن تو يسوي الوضع هذا. ما لقينا حتى حل. والا قال لي برا هز المراه هذيك اخويا وهذيك هي هذيك هي هذيك اللي عندنا قال المراه. وكلام هذا تو كلام هذا اي. هز المراه هذيك يدي نورمال خذ تحكي معاه بالطريقه هذيك. قال لي اخويا انا كلمنا المركز يسوي لك وضعيتك. خذ تسوي وضعي شنو اخي امي هربت هي بتسوي باش نمشي المركز نقول لهم جيبوها لي. راهي وفقت امي راهي امي ماتت جيت باش ناخذ الجثه نتاعها باش ندفنها ونكرمها. عندي حتى شيء معاك مرا وحتى اللي عملتوه سنين ما حاجتيش والله لا حاجه. مش كي داها مرا اعطوني امي خلينا نمشي صحيت اي جات نهار الاربعاء الخميس المركز كذا عندك رئيس المنطقه يعطيه الصحه وبتاخذ بشير الوحيد اللي يوقفوا معايا. جات نهار الاربعاء شرطه الفنيه مع العشيه هز البصمات تاع المراه هذيك الموجوده في المورد طلعت مش هي بدون هويه المراه. يا بابا المراه ما عندهاش هويه يا رسول الله. اي
مش خط مشي معناتها ما عندهاش هوية، خلي معناتها ما عندهاش بطاقة تعريف، ما نجمش ما نجمناش نعرف شكون المرة هذي. اي وانت شو مدخلك سامحني كي ماشي امك يا وليدي ما فهمتش انا. اي شوف المصيبة معناتها فهمتني. وانا فوتك بحاجة، فوتك وقت النهار الاربعاء مش نجم يخلي المرة هذي، قلت له وين الورقة اللي في البوش بتاع الساكن نتاعها؟ قال لي بالكسي اللي ضاعت هذيك. مش بدنا نموت الكل يلقى اسم تاع مرا في البوش تاع الساك في وسط راجل، في وسط راجل راهو حاجات ماهيش نورمال يا رسول الله. ورقه فيها اسم مرا وكذا في جيب ولا في البوش تاع الساك فيها 100 راجل يا رسول الله. شوف مع راي حاجات راي برشا ممكن ننسى برشا حاجات. اي لا لا هو التفاصيل الكل حقيقة مش تصدم حاجة، شيء يفجع معناها الحق تاع ربي. اي كمل من خيال حاجه ما تصدقش ليه. ولا فيلم معني بالرسمي فيلم من فيلم والله كان جاي منتج ولا مش عارف شكون ما نجمش يحكي بالتفاصيل معناتها يكتب التفاصيل هذيك حاجه. المهم اي هاي مشيت المركز استنى من 10 ل 6 تاع الليل نعاود نرجع في الليل ما كان سخرة في المركز ومنعوش كذا الشرطة الفنية ما وصلت حتى نتيجه. اليوم جاب ربي اليوم مشيت وزاره الصحه يا اخي قابلت مدير عام تاع الصحه ومدير تفقديه كذا جاهم تليفون قال لي زر لي انا في امك 92%. وين لقاوها سامحني؟ في فوشانه عند عائله جزيريه. هي المراه هذيك ترامو علاش ما عندهاش هويه خاطر جزيريه. شنو معناها هما العائله الاخرى هزوا المراه الغالطه معناها؟ نسيبوا نسيب الجزيريه، هما الجزيريه عايشين في دار تونسيه. عادة تنسي نخلين من امراض. ايه هزوا امك معناها بالغلط؟ هزوا امي بالغلط. اخي سامحني ساك معناها ولا شنو ما فهمتش؟ والله ماني عارف قد عرفت القطوس بشكاره. حسبي الله وش اقول لك يا رسول الله. معهم بكري شوية قال لي المريض خطر شعرها بالشيل من تالي يوم حليت. اخي ما فهمش وثيق سامحني اخي بالشعر هي سامحني ما بالوثيق. شو سامحني انا كحلوا لي حتى شعرها وريهولي من تالي في راسها. انا قلت ليه انا قلت لهم غاديك المدير عام كنت قصتي يصبحها يا علي والله بخلاف هذايا فما وثائق وفما اوراق نورمالمون شنو هذايا شنو هي بالشعر ومش بالشعر يا رسول الله تو كلام تو خويا مش نقول لك قلت له اعملوا براسلي على كل 100 باش ما تنحاش الورقه تنسيح فريل اعملوا براسلي قال لك مع الناس عمل لك ايه جديد سامحني حتى مش براسلي فما اوراق وفما نظام وناس تخدم فيه شيء هذايا اش باش نقول لك علي الفايده انتوما انت مازلت ما مشيتش جبت ولدتك هذايا ولا؟ انا تو حاليا متاكد اللي هي امي موجوده مدفونه في فوشانه. دفنت سي بون زاده يا رسول الله. فوشانه عطاني لو صاف السيد وامي حتى سنيرسه وديجا قال لي راهي انت كاينه المراه اللي شفتها من بعد هما في الجزائر حلوها وسكتوا. اين المصيبه؟ سكتوا بحكم معناتها موقف عزاء وكذا عاملينه ما نجموش يتكلموا باش يقولوا كذا. لا سامحني ما فيش حشمه حاجه كيما كي زاد هما واحد ان شاء الله ربي يرحمها يا ولدتك الحق تاع ربي. حاجه برك نشكر ثم العوان نتاع الشرطه تاع مركز البشير ما يخدموا كيما يقولوا فيها ملوطه ما يحبوش يقولوا على كل شيء خدموا خدمتهم وسيد هذا يقروه بالسيف كلموه برشا مرات على اساس شكوا فيه والاخر معناتها عباره كانهم يبحثوا فيه قالوا شفت ولا ما شفتش اللي نتكلم وقتها قال اللي ما شفتش شفت نوعا ما واضح من وقتها بدا يتكلم باش يشوفها بالسير معناتها اللي في المهم قالوا راهي فيها تبعتني هذي واضح يا علي واضح حق نتاع ربي ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله ربي ينعمها وان شاء الله تزيد توضح الحقيقه وتعرفوا انتم هي بالضبط دفنت ولا لا هي ولدتكم ولا ان شاء الله ربي يرحمها ويصبركم حقيقه حاجه تفجع معناها تصير في تونس في مستشفى الحبيب ثامر. احنا حابين نتصلوا بالسيد صاحبي الظاهري مدير مستشفى الحبيب ثامر ما نجمناش نتحصلوا عليه كان يسمع فينا نجم يوضح لنا. دونك امه توفيت عطاوها بالغلط لعيله اخرى العيله الاخرى دفنتها وهو ما يسمع كان بعد جمعه اليوم ودفنت سي بون وقالوا فما المرأة ذي تهز ولا ما تهزش معناها ذاك اللي فما يعني حاجة مهزلة أم المهازل يعني حاجة لا تصدق قاعد يصير في تونس. كل مرة نقول وصلنا لآخر حاجة آخر حلقة ذي أكثر حاجة نجم نوصلها كل مرة نلقاو حاجات تفجع أكثر. إن شاء الله ربي يرحمها الوالدة نتاعكم علي طرابلسي ونعتذر قبيلة زادة كما قلت نعاود مرة أخرى الاعتذار قلت مستشفى في صفاقس ولكن هو الحبيب ثامر في تونس. دونك نشكركم على الاستماع وميرسي بوكو العباد اللي عملت لنا لي رومارك ميرسي بوكو لهم هما ونشكر ونعتذر مرة أخرى للسبيطار الحبيب بورقيبة بصفاقس ونشكر روسي علي طرابلسي على اللي قالهولنا.